عثمان بلبل صوت مغربي شاب تميز وقدر يحقق انتشار كبير في فترة زمنية بسيطة من خلال أغاني كفر لنجوم الراي، بالإضافة إلى إعادة إحياء موسيقى وأغاني أندلسية قديمة. ولكن حب عثمان لموسيقى الراي كان طاغي على باقي الألوان الغنائية، وهذا الشيء خلاه يركز أكثر على إعادة تشجيل أغاني لنجوم كبار مثل الشاب حسني والشاب رزقي وغيرهم. وعلى أمل الانتشار أكثر عربياً، اتجاه النجم المغربي الشاب للاشتراك بأكبر برنامج للهواء على الصعيد العربي، وهو برنامج The Voice، وقدر من خلاله يوصل صوته لكل الدول العربية. وبالرغم من خروجه المبكر، لكن إيجابية المشاركة حضرت بقوة بعد البرنامج، فتواجد بلبل في عدة لقاءات وحوارات صحفية وإذاعية وتلفزيونية. وجات دعوات أيضا للحضور في مهرجانات عربية كبيرة، بالإضافة إلى أن اكتسب حب كبير من الجمهور العربي اللي تفاعل مع أعماله السابقة والحالية، وما زال ينتظر من كروان المغرب الاستماع إلى أعمال كثيرة بألوان موسيقية مختلفة كاختلاف صوته الجميل والمميز. عشق طفلة أندلسية. الفنان عثمان بلبل، اهلا بك في العشيه. مرحبا بكم ونورتونا في المغرب بالدار البيضاء، وان شاء الله نعديو وقت زوينه. وتحيه للناس ليبيا وناس الاردن، مرحبا بالقناه 218 في كازابلانكا. في البدايه احكي لنا عن بداياتك، وهل دخلت لمجال الفن والغناء بالتحديد لانك من اسره فنيه، والدك الفنان المغربي القدير عبد العلي بلبل؟ البدايات كانوا في يعني بديت صغير، يعني بديت الموسيقى وانا صغير، وكبرت في واحد البيت اللي كله فن وموسيقى، وكان عندي يعني الحظ انني يعني تعلمت من فنانين كبار في المغرب اللي كانوا يجيو عندنا البيت، واللي كانوا اصدقاء الوالد الله يرحمه، فشربت من عندهم الموسيقى يعني، وتعلمت وسمعت من عندهم. وكان فضل الوالد الله يرحمه عليه كبير بزاف، يعني علمني قواعد واسس الموسيقى، ويعني وجوده معايا كان من بين الحوايج اللي خلوني نبغي ونزيد نتولع بالموسيقى. فهكا كانوا البدايات، بديت معاه في الحفلات نتاعو، في السهرات اللي كان يعمل كنت نروح معاه وانا صغير، يعني قبل ما نبدا الموسيقى كنت نروح ونسمع، وكنت كان يعجبني ذاك العالم كله، كان يعجبني بزاف. فبعد اكتشفت الموهبه اللي عندي بالعزف، بديت كنعزف على آلة الجيتار. فالجيتار ودتني على اشياء زوينه بزاف، وبديت نغني بها الستايل فلامينكو سبانيش، وبديت نغني بها واحد الستايل اندلسي مغربي، واغاني اللي هي راي، وعاونتني انني نزيد نكتشف الموهبه ديالي في الغناء. ومن بعد بديت نعزف الجيتار مع اوركسترا الوالد الله يرحمه، وبعدين عملت كورال مع الفرقه مع الباند. وعاد من بعد واحد السنتين وثلاث سنوات بديت نغني مع الفرقة الوالد الله يرحمه، وهكا بداو يعرفوني الناس في المغرب، في المدن المغربية، في الحفلات اللي كنا نعملو. من بعد اكتشفت فيها واحد الستايل واحد آخر، ومشيت لواحد الاتجاه آخر في الموسيقى. وهكا بدأت الكارير ديالي في 2016 بأغنية نوصي الثاني، اللي كان أول عمل ديالي، اللي كان بعيد على الستايل اللي كنت نغني في الحفلات مع الوالد. من بعد عملت صدى زوين والناس عجبهم الستايل اللي كان قريب شويه الراي، شويه البوب، شويه فيه شويه مغربي، يعني كان ستايل رومانسي زوين، كان توزيع ماشي التركيش، وكان فيه واحد المزيج يعني من الموسيقى الجميله. هكا كانت البدايه. من بعد صدرت اغنيه بابا خليتينا من بعد الوفاه ديال الوالد ديالي الله يرحمه، اللي كانت اغنيه مؤثره جدا، كانت من ثاني الاعمال ديالي. من بعد صدرت اغنيه جات ليا، يعني كل أغنية أنا صدرتها كانت تعني لي شيء، كانت كتعني لي شيء حاجة في قلبي. من بعد جات ليام صدرت أعمال كوفرز، يعني كوفرز وميشابس، كانوا أغاني راي كنت نحبهم وأنا صغير، ومن بعد عودتهم. ومن بعد جات أغنية حبيبي فينو اللي هي الأخيرة، الحمد لله اللي عملت صدى كبير في المغرب وفي الجزائر وفي المغرب العربي وفي لبنان، والحمد لله سمعوها الناس وعجبتهم، وهكا المشوار. شخصيته خلاته قاع الناس يجننوا، ويلي من ضحكاته ناري من شوفاته، شخصيته خلاته
شوية هبال وراني معلق مرة مرة نتقلع هو ولا مسواق ومعفر بالعاني عليا ويلي من ضحكاته نهاري شوفاته شخصيته خلاته قاع الناس يجنن ويلي من ضحكاته نهاري شوفاته شخصيته خلاته قاع الناس يجنن هو. القدير الراحل عبد العالي بلبل رمز من رموز الأغنية الشعبية المغربية، شنو الصفات اللي ورثتن عنا وهل طريقتك في الغناء مشابهة ليه؟ الوالد الله يرحمه ورثت منه بزاف ديال الصفات بحال يعني الروح المرحة ويعني والفن الشقوري ولا الغرناطي. احنا عندنا في المغرب وفي الجزائر واحد الستايل اللي هو شقوري الجزائري مغربي مغاربي، كان يغني هو شعبي عصري مغربي كان يغني أندلسي، فورثت منه هذا الفن يعني كداز في الكروموزومات يعني ما تعلمتوش يعني لقيت راسي نغنيه بحاله، فكنت كنقلده في الاول وبعدين بعد فرطت التاتش ديالي والاحساس ديالي في هذه الاغاني وردت على الوالد الله يرحمه الروح المريحه كما قلت لك، وهو كان يعني شعبي مع العالم كما يتعامل مع الكبير يتعامل مع الصغير وما كانش عنده يعني ما كانش كيدير يعني كيفرقش ما بين يعني فهمتيش باش نوصل شو كيقولوا الكلمه ما كيعملش ما يفرقش يعني كان محبوب من عند الناس والحمد لله نتمنى نكون بحاله ونشرفه الله يرحمه في البلاصه اللي فيها الله يرحمه ويستر. طيب اكثر عمل غنائي للوالد ديما تردد فيه؟ من الاغاني اللي كان يغني الوالد الله يرحمه كاين اغنيه الزل اللي عطاك الله، اللي اغنيه من فولكلور ومن التراث المغربي من الشعب المغربي، وكان يغنيها هو بطريقه خاصه به وكنت انا نرددها بزاف في الحفلات. ممكن تسمعنا جزء منها؟ ازينك حمقني وخلاني موال كي ندير الحبيبه كيفاش نعمل على هالشهد الباطل غير قولي لي علاش اجي داويني راني نستناك الزين اللي عطاك الله يا مثل ما نلقى أدي ما في بالي ونار وليالي يا هاد الشي ما راح زاد قلبي بجرح أجي داويني راني نستناك. هادو اللي كان هادي من بين الأغاني اللي كان تغنى بها الوالد الله يرحمه بزاف ديال الفنانين، يعني ماشي ديالو هادي ماشي أغنية ديالو، لكن هي هو من الأوائل يعني من الفنانة الأوائل اللي جددوها واللي غنوها في الحفلات واللي يعني زادوا بينوها للناس، يعني كانوا فنانين كبار في المغرب يغنيوها بس هو كان يغنيها بتاتش سبيشال وهذا التاتش ديالو اثرت فيها بزاف وعاوتاني انا خديتها وغنيتها بطريقه اخرى. بعد وفاه الوالد دعم الوالده كان كبير ليك بزاف. طيب احكي لنا عنها وعن علاقتكم ببعض. راه كيما شفتوا كيما شافوا الناس كاملين يعني كتجمعني بالوالده واحد العلاقه كبيره، يعني كنشوف فيها دابا الاب والام، يعني الوالده كنسلم عليها بزاف من هذا المنبر والله يخليها لنا والله يخليها لنا فوق راسنا. يعني اخت الرجال بمعنى الكلمه، يعني بحكم هي تجربتها مع الوالد الله يرحمه يعني مش سهل تكون يعني زوجة فنان يعني لسنوات فهمت كيف، وانا دابا ولدها هي وتشوف فيا الوالد الله يرحمه، يعني الطريقه كيفاش كانت تتعامل مع الوالد تعامل معايا دابا وتسهل عليا بزاف الامور ومعايا في كتافي يعني فوق راسي وخا نعيا ما نوصف ليك الوالده عندي هي كل شيء، يعني كما يقولوا الجنه تحت اقدام الامهات والله يسمح لينا من الوالده والله يخلي امهات والله يرحم اللي ماتوا. بالرجوع للحديث عن الفن والموسيقى، ليش عثمان في بداياتك اعتمدت على اعاده تجديد اغاني راي قديمه؟ السبب هو في الاول يعني باش نكون معاك يعني بدون لغه خشب، انا فان ديال هذوك الاغاني، يعني هذوك الاغاني كنت نسمعهم وانا صغير يعني من زمان بالوالكمان وكنت نحفظهم كاملين ويعجبوني بزاف ويدخلوا لقلبي، فدوزت واحد الفتره من حياتي في يعني فاش كنت صغير بهذوك الاغاني يعني، واليوم جاتني الفكره يعني بصدفه، يعني ماشي كانت استراتيجي ولا يعني تعمدت انني نعود هذوك الاغاني، لكن كان صدفه
واللي كان يعني من اسباب نجاح هذوك يعني الكوفرز ولا لي ريبريز هو انهم خرجوا من الداخل ديالي. يعني دوك الاغاني انا حابهم يعني ودوس بهم واحد المرحله من حياتي ورجعت عودتهم بطريقه جديده باحساسي وبتوزيع جديد، والحمد لله عرفوني على ناس بزاف 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 ونجحوا اللهم لك الحمد، وهذا هو الاوبجيكتيف الحمد لله. طيب هل راح تستمر في إعادة أغاني الراي القديمة بتوزيع موسيقي جديد، خاصة وأن اسمك قعد حاليا معروف في المغرب أو حتى على النطاق العربي؟ أنا كمغني وكفنان أنا فان ديال هذوك الأغاني، وهذا اللون اللي هو لون الراي كيعجبني بزاف. يعني كنشوف باللي فنانين كبار دابا فنانين كبار ومازالين يعودوا أغاني، وعلاش؟ حيت الفنان تيقول كنقولوا احنا في المغرب الحال ما يشاور. يعني تجيك يعني الولاعه انك تعود هذوك الاغاني حبا في هذوك الاغاني، ان شاء الله نكمل فيهم علاش لا. اوف كورس دابا خاصني ننزل اعمال ديالي خاصين بيا، وكنفكر ننزل اعمال في هذاك اللون نيت في هذاك اللون الراي، ولكن علاش لا. يعني كاينين اغاني يعني غايه في الروعه غايه في الروعه، كاين بحال قلتي واحد الكنز لازم نعودوه ونبينوه للناس، وكنفكر حتى في يعني حتى في التراث المغربي والمغاربي نرجع نعيد اغاني. وهذه فكره كانت عندي قبل يعني قبل ما يبداو يعرفوني الناس، انني نجدد هذوك الاغاني القدام اللي هما في التراث المغربي والاندلسي والمغاربي، نعودهم بروح جديده. يعني بحال اللي قلتي نكرم كاع هذوك الفنانين اللي غناو، ومن ضمنهم الوليد الله يرحمه. يعني كانت الفكره عندي كتراودني مشحال هذه، يعني الكوفر يعني كيبقى دائما شيء جميل. يعني ما درتش انا الكوفرز يعني على مقابل مادي ولا عشان الملايين الفيوز، لا نهائيا. هذوك اذا سمعتيهم في اليوتيوب تحس بالاحساس ديالي وتحس بلي خارجين من قلبي. هكا في عده مناسبات غنيت للشاب رزقي، هل انت متاثر به فنيا؟ الشاب رزقي كان من الفنانين اللي تاثرت بهم بزاف في الصغر ديالي. يعني في فاش كنت عندي 12 عام 13 عام، يعني كنت بيك فان لشاب رزقي، وماشي غير شاب رزقي، شاب حسني الله يرحمه، شاب عقيل الله يرحمه، شاب خالد الكينغ، كنت مؤثر بزاف وكنت نسمع لهذا الستايل. فاليوم جات الفكره انني نرجع نغني هذوك الاغاني، والحمد لله عملوا صدى زوين، ورجعت فكرت الناس بهذيك الوقيته اللي كانت جميله، كان العز كما يقولوا، كان العز وكانت ايام زوينه فريمون. هذا كان هو الاوبجيكتيف ديالي، يعني نرجع بالناس واحد الفلاش باك للور لورا، فهمتي كيفاش؟ هذا هو كان سهران لوحدي طول الليل، نبكي والدمع يواسيني، جروح وجرحي الله يسيل، الله يا دنيا علاش تزيديني، وكل شي راح وراح الفرح معاه، وبكيت وحدي والهم عليا زاد، فرحي ضاع خبرني وين نلقاه، يا ضاع الحب وصار عندي عندي جات من دراعي وبكات وحكات حكايات، وسغيت لها يا حسراكي ولات من ايام وليلات، ودعوتي لحقات وشيان تعقايبها، وسهت يا صاحبي ضحيت بين الرياح، قلب مسامح واهم الخاطر تعب، سيل مومون اخد طار زمان، والقلب يقول حرز لا تحقده، والقلب يقول حرز لا تحقده، ويا عمري عشقك نار راهي في قلبي شعله، كي لقتني بك القدار وكي راهي اليوم بعدها، كي راهي اليوم بعدها. لو تكلمنا عن اللون الشرقي،
هل عندك مشاريع للغناء بلهجات ثانية؟ كيف الغناء مثلا بالمصري أو الخليجي أو حتى الليبي؟ أنا في الحفلات اللي كنحييهم سواء في المغرب ولا خارج المغرب كنغني جميع الألوان، يعني مش في الحفلات ديالي كنغني مصري خليجي بوب مغربي شعبي أندلسي راي، كنغني جميع الألوان يعني بحكم يعني إحياء حفلة تخصك تكون بوليفالنت، يعني خصك تغني كل شيء، فإن شاء الله علاش لا يقدر يجي. لحد الآن ما كاين حتى شي مشروع بلهجة ثانية، لكن ما جاوني حتى شي اقتراحات لحد الساعة، وأنا غادي نكون فخور أنني نغني بهذه اللغة وغادي يكون شرف كبير يعني. طيب لمن تسمع من الفنانين الليبيين واللي يعجبك شغله وفنه؟ نسمع الأغاني الليبية حلوين كتير، ومن الأغاني اللي روعة ما شاء الله والواصلين للمغرب بزاف، يعني كنظن بالأغاني الليبيين واصلين للمغرب العربي اون جينيرال. نسمع الشاب جيلاني وكنوجه لهم تحية كاملة للفنانين الليبيين، أستاذ أيمن الأعطار يعني، والقائمة طويلة وكنوجه لهم تحية كبيرة، ويعني أكيد يكون شرف كبير أن الفنانين الليبيين يجيوا يقيموا حفلات عندنا بالمغرب، وأنا أكيد 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 أن المغاربة يتفاعلوا بزاف مع الليبيين، لأنه تقريبا حنا يعني بحال خوت يعني. انا وانا نهضر معاك نحس براسي يعني فري، بحال اني نهضر مع مغربي، فهمتي كيفاش؟ يعني انتم تبغيو الموسيقى ديالنا وحنا نبغيو الموسيقى ديالكم. ننتقل معاك الى نقطه كانت هامه في حياتك وهي اشتراكك في برنامج ذا فويس. هل برايك هالبرنامج ساهم في بروز اسمك بشكل اكبر؟ طبعا هي تجربه ذا فويس من اعظم التجارب اللي دازو في حياتي، يعني من اقوى واعظم واجمل التجارب اللي دوزت في حياتي كلها، يعني كان واحد بحال قلت واحد الترومبلان اللي جعلني انني نتعرف اكثر واكثر واكثر يعني عربيا، ماشي غير في المغرب العربي، عربيا يعني الحمد لله صوتي وصل للناس في العالم العربي كله، وهذا شرف كبير وهذه فرحه كبيره، واعمالي باليوتيوب وصلوا لعند الناس بفضل ذا فويس، يعني وصلوا أعمالي للعالم أكثر بالعالم العربي، يعني هذا بحد ذاته أنا بالنسبة لي نجاح، وكانت من أهم وأجمل المراحل في حياتي. عثمان، أنت كانت عندك بعض التصريحات أثارت الجدل، خاصة لما قلت لو اخترت حمائي لأكملت إلى نهاية البرنامج، برأيك هل ظلمت نفسك لما اخترت رغب علامة؟ شوف هي ماشي أثارت الجدل ولا هي تصريحات يعني سيمبلي يعني صريحة بدون لغة خشب، يعني كانت ضجة كبيرة وقعت بالسوشيال ميديا، ناس والفان كيقولوا لي علاش ما اختاريتيش حماقي، وعلاش هو برم لك في الأول وعمل بلوك وعمل لك بوش زوين، وهذه حقيقة يعني أنا قلت صراحة، يعني إذا جينا نهضروا في المنطق كان لازم نختار حماقي، يعني هذا اللي قلته أنا، لأنه بعد تحية اللجنة كلها يعني فنانين وأساتذة كبار، وأنا قلت لهم في فوق الخشبة يعني أنا عندي شرف كبير ونتشرف نسمع أساتذة كبار كي يعني كيعترفوا بيا، هذا هو يعني اللي بقى في قلبي بزاف، لكن أنا في ذيك اللحظة يعني مع رهبة المسرح ومع الأضواء ومع الستريس ومع الفرحة كل شيء كيتخلط في هذيك اللحظه، فاختاريت من قلبي، يعني انا قلتها، يعني قلت انا غنختار اليوم قلبي غادي يختار السيد اللي يعني وانا صغير نحلم نتلاقى به شي نهار، اللي هو الاستاذ رغيب علامة اوف كورس، واليوم انا كنت بالفريق ديالو وكان كيشجعني وكان التعامل ديالو من شنو نقول لك من اجمل الايام حياتي، اقسم بالله العظيم، يعني شهادات سمعتها من عند الاستاذ رغيب علامة، يعني اول مره نقولهم في منبر اعلامي، أستاذ راغب علامة شجعني كثير وطلب مني نجيب له سيدي ديال الوالد ديالي الله يرحمه، وحب يغني أغنية في هذا اللون، وهذا شرف كبير يعني، وكان ديما كيشجعني وكان معنا وكان كيعطينا من وقته، وأنا حسيت فيه يعني أب تاني ليا، فهمتيني، من غير أنه كان كوتش لينا في The Voice، بس كان من أطيب الناس ويعني شخص عظيم، وتشرفت أني كنت في الفريق دياله، بس اللي جينا نهضروا على المسابقة هو جيم في الآخر، هو جيم يعني هكا الحمد لله.
يعني نفهم منك إن محبتك لراغب علامة مستمرة حتى بعد خروجك من فريقه ومغادرتك البرنامج. Of course. كل الحب والتقدير للأستاذ راغب علامة، لأنه في الآخر هو جيم وهي مسابقة. يعني المسابقة يا إما تربح ولا تخسر فيها. يعني أنا كان حط راسي في محله، كان الاختيار صعب 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 بزاف علي، لأنه في الباتل اللي كان كيجمعني بيوسف هناد اللي هو فنان كبير وعظيم ما شاء الله عليه، يعني كان الاختيار صعب. لكن أنا كنقولها وكنعودها، يوسف أدرى بي أنه يدوز للمراحل المباشرة لأنه يستاهل أكثر، وأنا كنشوف بلي هو فنان عظيم ويستاهل، وما كنلومش نهائيا الأستاذ راغب علامة، كنبقى أنا فان ديالو بالعكس، يعني مازال نفس الحب وكل تقدير والاحترام. طيب سمعنا أي أغنية تحبها لراغب علامة. مغرم يا ليل يا ليلي، مغرم يا ليل بسهر الليل، مغرم يا ليل يا ليلي، مغرم وقلبي ما يلميل ميل لقمري وغناله وقمري مش واخد باله، محلى القمر محلى جماله، في كل ليلة بشوفه جميل جميل يا ليلي. تحية كبيرة للأستاذ راغب علامة. قبل ما نختم معك ملف ذا فويس، حاب نسألك، هل استفدت من اشتراكك في البرنامج على الصعيد الفني والمهني؟ اوف كورس، يعني زين نهضروا في التكنيك، في الكارير الموسيقيه ديالي، بحال قلتي كتهز شويه، بحال قلتي كتكون في الدور ولا في الطابق الثالث كتولي في الطابق السادس، يعني دفعه واحده دابل، يعني كيقصر عليك المسافه وكيعرفك على ناس كبيره وكتستافد يعني من جمهور واسع. وانا بالنسبه لي الفوز الاكبر ديالي كنقولها ديما ونعاودها، الفوز الأكبر ديالي هو محبة الناس، يعني لما تربح قلوب الناس، فيعني أنا بالنسبة لي ما كاينش شي حاجة اللي تقدر تعوض هذا الإحساس، هذا إحساس زوين بزاف لما تخرج الشارع ويقولوا لك الناس تبارك الله عليك ما شاء الله كنت زوين وإحنا كنحبوك، يعني هذا بالنسبة لي هو الفوز العظيم، وكتبقى دو فويس بالنسبة لي من أحلى التجارب دوز في حياتي. طيب ممكن نشوفوك في برامج الهواء من جديد؟ لا بصفة نهائية، يعني أنا الحمد لله الكارير ديالي الآن وقفت على الصح، يعني الحمد لله أنا كنشوف باللي كل شيء كاين دابا باش نبداو بداية صح، والحمد لله يعني ما كنشوفش زعما ما عرفتش، ولكن الاحتمال قليل بزاف، لأنه أنا بالنسبة لي طلعت على أكبر مسرح في العالم العربي وأكبر برنامج هوات اللي هو مسرح دو فويس، اللي فيه ناس الكبار وناس طاقم بروفيشنال وناس يعني محترفين بزاف، وكنشوف باللي غير لوفيت أنني تختاريت من بين 21 ألف صوت بالعالم العربي، كنا احنا 120 اللي قدمنا بالبلايند أوديشن، وأنا من 120 ما بين 21 ألف، ومن 120 أنا من 46 اللي دازوا للمرحلة المواجهة. أنا كنشوف باللي الحمد لله يعني هذا هو الفوز الكبير الحمد لله. بالانتقال إلى أعمالك الغنائية الخاصة، أغنية حبيبي فينو صورتها على طريقة الفيديو كليب، لكن رغم ذلك العمل ملقاش رواج كبير كيف أغنية العشق اللي فات، ليش وشنو السبب؟ أنا نقول لك علاش. أنا طرحت أغنية حبيبي فينو وان ويك قبل ما يمشي الدفوز، يعني المدة اللي غتعمل فيها كوميونيكيشن وتعمل فيها يعني دعاية للأغنية، وكانوا في كثير صحافة يعني كلموني علشان نمشي نعمل لكم يعني نتكلم على حبيبي فينو، جا دي فويس، جا يعني صدفة، جا قبل يعني كون حسبت دي فويس غادي يكون، كون حسبت غادي نمشي نشارك في دي فويس، ما كنش يعني ننزل حبيبي فينو حتى لبعد دي فويس، فهذا هو السبب يعني. ولكن كنشوف باللي بلا كوميونيكيشن ويعني وبلا اي مجهود يعني دعاية من طرفي ولا من طرف الناس اللي خدامين معايا، الحمد لله الأغنية عملت صدى زوين ودازت بمحطات راديو كبار والناس اللي بيعملوا ستوريز عليها بالانستغرام وعملت صدى زوين، بس ان شاء الله نزيدوا نخدموا على دعاية وتزيد تروج اكثر ان شاء الله. توحشتك انا خليني نشوفك، الدنيا ديتني عمري ملومك، يا
عليك يا ما قالوا لك اسم بنتي يا راني في غبينة وعلى غيرك قلبي مات احكي لي الشبقة من العشق اللي فات العشق اللي فات تبدلتي عليا كم عليا الزمان نعيش مغبون وروحي انتي يا عمري ما ننسى اللي كان مهما يكون انتي عيني يا من جاء وقصده انا هربت لي ماني ليا وما تبكيش الشي محال طلبوك الحلال عرسك الليلة الليلة متمنى لك شحال راحت البال بلا بيا تبكيش الشي محال طلبوك الحلال عرسك الليلة الليلة متمنى لك شحال راحت البال لغت لي في التليفون تبكي وتقول انت عمري توحشك يا هاد الخطرة صاي عشقك ما دار لي وصلت الليل يمين يا مهما وش صرا تبقى انت 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 مالي بصي غادني ما قلت راني نسيت والله ما قديت ولعذابك وليت. اكثر شيء مهم بالنسبه لعثمان قبل اختيار اي اغنيه الكلمات او الالحان او التوزيع الموسيقي الكل الكل مهم يعني انا في الخدمه ديالي بيرفكسيونيست نبغيش يعني التيم وورك الكل يعني ملاصق مع بعضياتهم يعني بحال واحد لاشين لوجيستيك بحال لوجيستيك فاش كيكون شان واحدة يعني مايون واحد اللي فابل يعني اللي ضعيف التيم كله يصير ضعيف يعني الكل لازم يكون مزيان وفي الخدمة ديالي نحب اللي يكون داك شي بيرفكسيونيست يعني إذا سمعتي الأعمال ديالي بتشوف يعني كان نرد البال الديتلز يعني في الآخر هكا الكل كيخصو يخدم يعني الأهم كل شي مهم كل شي مهم بدك لك يا عمي بدك لك احلامي بدك لك يا عمي بدك لك احلامي عمري كله فدا خدمة حبي عمري كله فدا خدمة روحينا مالك قدر تنسي مالك قدر تنسي حبنا وكل شيء بس ماتي في الحياة درتها لي لدون الصوص والقلب الحساس رواني يا بين العشق ولا سفروس حتى اللي قلت انا بركاني بركاني وهيت جيبا تشوس معك البيضة راني نعاني ساس خمي وحتان دير الالياس نحلف جامي نعشق تاني مر اشرب وحداني لك واسي غربتي قمر حياتي بك أسراري وفرحتي. سؤال ثاني له علاقة بالتسجيلات يعني هل عندك طقوس خاصة تقوم بها قبل دخولك للأستوديو طبعاً. لتسجيل أي طبعاً. عمل غنائي طبعاً. يعني نحب الجو شوية يكون زوين يعني مود يعني تعرف المود في الغناء مهم بزاف أي مغني كيبغي مود خاص به أنا المود ديالي في الأستوديو الطقوس يعني كنطفي الضوء كنخلي في الاستوديو اللي نسجل فيه انا كاين واحد اللايتس زرقين يعني واحد اللايتس زوينين نخليهم امبيانت ويعطيو جو حلو ونغني في وسط الكابين ديال الاستوديو في الظلام نطفي الضوء معروفه علينا بلبل ديما يطفي الضوء يقولوا لنا بلبل راه ما نشوف والو قول لهم لا والو ما نحب نغني
نحب نغني في هذا المود هذا. لو تحدثنا عن الأغنية المغربية، رغم أن المغرب فيها نجوم كبار من زمن قديم، لكن انتشار الأغنية المغربية جاء مؤخرا، ليش برأيك؟ كنشوف باللي المغرب الحمد لله دابا بدا كيوصل، يعني بدات الموسيقى المغربية كتوصل للعالمية الحمد لله بفضل نجومنا الحمد لله اليوم في المغرب، بحال الفنان النجم سعد المجرد، بحال حاتم عمور، بحال أسماء المنوار، بحال أحمد شوقي، يعني والقائمة طويلة باش ما نمسح حتى شي واحد، محمد رضا، يعني هما ساهموا في واحد يعني واحد التغير كبير في الاندستري ديال الموسيقى في المغرب، وساهموا ان الموسيقى المغربية توصل للعالم العربي اولا، والحمد لله في الاونة الاخيرة بدات توصل الاغنية المغربية للعالم كله. فكنشوف انا بلي هاد التاخر جا ما عرفتش، يعني كانت هي مسألة حنا كنا نغنيو اغاني لبنانية اغاني مصرية شحال هادي، يعني واحد 12 ولا 13 عام كنا نغنيو اغاني عربية، لكن نهار بدينا نغنيو اغاني مغربية، ونهار جات الموجة الجديدة ديال الاغاني الباب الزوينين اللي فيهم ايقاعات وتوزيعات جداد، الحمد لله خدمات الموجة ونجحات الموجة وبداو يوصلوا الاغاني لعند الناس في العالم العربي، وكان كنشوف بلي كانت هكا كان ديكليك، يعني بحال اغنية انت باغية واحد، بحال اغنية تمشيتي فيها، بحال صافي صافي، بحال انت معلم، هادو اغاني اللي فيهم تاتش مغربي وبحلة جديدة، فهمتي كيفاش؟ فالحمد لله الاغاني ساهموا ان الموسيقى المغربية واللي عندها صيت في العالم العربي وفي العالم كله بيصير. طيب من الاصوات المغربية كانت سفير للصوت المغربي عربيا؟ سميرة سعيد او ليلى غفران او عزيزة جلال؟ سؤال صعب هذا، يعني الثلاثة من اهرام الموسيقى المغربية، يعني الثلاثة الحمد لله كانوا من كيف نقول لك، من روائع ومن أهرام الموسيقى المغربية. صعيب نقول لك واحد من الأسماء، لكن الثلاثة of course، يعني والفنانة نعيمة سميح والفنانة رجاء بالمليح الله يرحمها، وفنانات وفنانين بزاف يعني مثلوا المغرب من زمان في مصر وفي لبنان وفي المدن وفي الدول العربية of course. يعني أنا برأيك الشخصي الثلاثة of course، ومشي غير الثلاثة لوحدهم، ماشي غير الثلاثة لوحدهم، يعني ما شاء الله عليهم أهرام ومن أهرام الموسيقى المغربية، لكن في كتير أسماء من غير الثلاثة كما قلت لك. طيب من الأفضل حاليا في الساحة المغربية؟ سعد المجرد، دنيا بطمة، حاتم عمور أو أسماء المنور؟ زعما أنا واحد فيهم، كلهم هني ساهموا في تطور الموسيقى المغربية، وكان عندهم فضل كبير في أنه الموسيقى المغربية توصل للعالم العربي كما سبق وقلت، توصل للعالم كامل of course. كويس، كيف علاقتك اليوم مع السوشيال ميديا؟ وهل أنت متفاعل مع محبيك وترد على الجمهور في بعض الأوقات؟ علاقتي زوينة مع السوشيال ميديا، أنا أكتف وديما كنجاوب الفانز، وكنحاول ما يمكن أنني نجاوبهم كاملين، لكن كانت صعب المهمة بزاف، الحمد لله كيوصلوني بزاف المسجز وبزاف ديال السيبورت وبزاف ديال الحب، كمية الحب شنو نقول لك، كمية كبيرة من الحب الحمد لله كنعيشها كل نهار، يعني في الصباح وفي العشية وبالليل، فالله يخليهم ليا وان شاء الله نكون ديما نفرحهم واللي جاي يعجبهم ان شاء الله. عندي سؤال عاطفي، هل الحب موجود اليوم في حياة عثمان؟ بيان سور كاين الحب مهم، كاين حب الوالدة ديالي وحب الناس اللي تابعوني، ويعني الحياة بلا حب راه لا ما تستاهلش تعيشها كاع ولا شيء ياك. طيب هل يعني لك الارتباط حاليا؟ الارتباط لحد الساعة ماشي من الأولويات ديالي، لأنه عندي أمبيشن وعندي أوبجيكتيفز خصني نوصل لهم، فإذا جا في الطريق مرحبا به، إلا ما جاش إحنا مع الديستناي. سؤال آخر له علاقة بالسلطنة، وقت اللي تقعد بروحك في حالة انسجام وحاب تنطرب، لمن تسمع سواء للفنانين الحاليين أو فنانين الزمن الجميل؟ It depends. نسمع المجد الرومي، نسمع أغاني الرجاء بالمليح، يحمقوني هاد الأغاني، هاد الستايل يحمقني، يعني فاش نبغي نطرب روحي أنا نسمع الأغاني هادئة، وفهمتيني يعني ما نسمعش الأغاني فيها الريتميكس، ونسمع الأغاني هادئة، نسمع أغاني راي هادئة، نسمع
هكا الكافرز هادئين، نسمع الرواد ونسمع الناس الجداد والرواد لدو الاثنين. حاليا شنو اخر اعمالك ونشاطاتك الفنيه؟ ان شاء الله كنوجد واحد الاربعه ديال الاعمال. كنت جوج موجدهم قبل The Voice، يعني كانوا بروجيكت خدام عليهم، بس من بعد The Voice تقلب كل شيء، يعني السكيجول غيتبدل كامل. فكان نوجد ان شاء الله اغنيه غتكون خاصه بيا راي، ان شاء الله نصوروها كليب. مازال ما عرفناش واش في المغرب ولا في بلاد اخر نصوروها، حيت اغنيه رومانسيه. فان شاء الله ما غاديش نتعطل بزاف باش نصدرها، ان شاء الله تعجب الجمهور. وين راح تكون جولاتك الفنيه خلال الفتره القادمه؟ ان شاء الله كاين جولات في المغرب وايور المغرب، كاين عروض الحمد لله مزيانه، وان شاء الله نجيو عندكم ليبيا ويكون عندي الشرف. هل راح نشوفوك متواجد اكثر في حفلات داخل دول المغرب العربي والخليج ومصر وغيرها؟ انا نتشرف نغني everywhere، يعني فين ما يقول لك الفن ما عندوش باسبورت وما عندوش فيزا، وما الفنان ديال كل شيء، يعني الفنان ديال الكل، يعني فين ما عيطوا لي الناس نمشي وبشرف كبير وبحب كبير. عثمان، كلمة شكر وامتنان لمن توجهها اليوم؟ بغي نشكر الوالدة ديالي على الوجود ديالها معايا وعلى كل شيء اللي تدير معايا. كنبغي نشكر البرادرز ديالي، خوتي مهدي أمين غالي، وكنبغي نشكر الفانز ديالي على الحب وعلى التشجيع ديالهم وعلى البوش اللي كيعطيوني كل نهار، كيخليوني نزيد نبغي نزيد نعطيك. قبل ما نختم معاك الحوار، سمعنا حاجة من أغانيك هدية لكل متابعيك. ويلي ويلي من ضحكاته ناري، من شوفاته شخصيته خلاته قاع الناس يجننهم. ويلي من ضحكاته ناري، من شوفاته شخصيته خلاته قاع الناس يجننهم. وحبيبي فينو جي عيني في عينه، ندوب انا بزينه ويحمقني عنيده شويه، فبالو راني معلق ومره نتقلق، وهو ولا مسوق ومعفر بالعاني عليا. Thank you. اخيرا شن حاب تقول لكل متابعيك في ليبيا وكافه الدول العربيه اللي يشوفوا فيك حاليا عبر شاشه قناه 218؟ كنبغي نشكر القناة 218 على المجيء ديالكم، على التعب ديالكم، على السفر ديالكم، شكرا بزاف نورتوني. وكنبغي نشكر المتابعين ديالي في ليبيا وفي من كافة الدول العربية، كنحماق عليكم كاملين، كنحماق عليكم بالمغربي، يعني كنبغيكم بزاف بالمغربي حتى هي، يعني I love you all, thank you so much for all your support. وإن شاء الله اللي جاي يعجبهم، وكنقول لكم thank you so much. انا الغلطان ماشي انتي، انا اللي عشقتك ما عشقتيش، انا اللي وفيت وغدرتي، انا الغلطان ماشي انتي، انا الغلطان ماشي انتي، انا اللي عشقتك ما عشقتيش، انا اللي وفيت، انا الغلطان ماشي انتي. لك صابر قلت معليش، بالك مضغوط يا ديك ربي، يندير كلي على باليش، ندس الكيا في قلبي، ياكيش نهضر واش نقول، اش من هضر اسكات خيار، قال صبري الدوني نهوم، اهو القلب سيتعمر. غلطان ماشي انتي، انا اللي عشقتك ما عشقتي، انا اللي وفيت وغدرتي، انا الغلطان ماشي انتي، انا الغلطان ماشي انتي، انا اللي عشقتك ما عشقتي، انا اللي وفيت، انا الغلطان.
وفي يا ديري اللي تبغي ديري وسيري يا لالا ديج عليك مسيني عليك جيتك عاشق وانت لا مهما تديري تبقي لي قلبي هو بورتو جو يا فوق شاني دلالي نهوك ونزيد جوسكا لازم